مرحبا، اسمي هند، أنا جرافيك ديزاينر. قررت أني أعمل بروجكت اللي هو لعبة بتعلم الأطفال الفاكت تشيكينج، بحيث أنه يتوثقوا من أي معلومة أو أي كونتنت لازم يحطوه على السوشيال ميديا أو على الإعلام أو وين ما كان، من خلال لعبة تكون انتراكتيف بسيطة، يتفاعلوا من خلالها ويتعلموا أشياء، بنفس الوقت بتكون عم تنزرع هاي الثقافة ببالهم، ولما بيكبروا بتصير عنا ثقافة مجتمعية. تجربتي خلال الهاكاثون كانت جداً رائعة، استفدت كتير منها، بحيث كنا مشتركين من كل الوطن العربي عم نحكي بمواضيع بتخص الميديا زي الفاكت تشيكينج. في أكثر من مشترك كانت المشاريع تبعهم تحكي عن هذا المجال. حبيت كيف بلش الوعي عن هاي المجالات بالوطن العربي، ومؤسسات زي ليدرز انترناشنال عم تهتم بهاي المواضيع وتسلط الضوء عليها. كتير حابة بعد 5 سنين أو 10 سنين لما هدول الأطفال يكبروا ويتذكروا لما كانوا يلعبوا هاي اللعبة، تترك أثر أو ذكرى حلوة بينهم وبين أصدقائهم، بنفس الوقت تترك الهدف المطلوب اللي هو تأكد من صحة المعلومة، ويصير بالنسبة لهم هذا الشيء ثقافة هن عايشين عليها، بحيث أنه ما يشاركوا أي معلومة إن كان على السوشيال ميديا أو بين أهلهم وأصدقائهم من دون ما يتأكدوا من صحتها. يصير هذا الموضوع بالنسبة لهم شيء بديهي وشيء مثل هيك سلس وحلو بالنسبة لهم، وما يكون تقيل عليهم.